إذانا ببدء عهد جديد. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بكامل هيئته، ولكن من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويسجل اليوم الذي يعد فارقا في تاريخ مصر حقبة مختلفة في بناء الجمهورية الجديدة، ووعدا وعهدا باستكمال مسيرة الوطن. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.